الصراع بين الفصائل المتناحرة في ليبيا ألقى بظلاله على البنية التحتية للبلاد، مخلفا انهيارا في الخدمات الطبية وأزمة خطيرة في الوقود والكهرباء، خاصة في طرابلس بعد الأضرار التي لحقت بشبكة كهرباء العاصمة الليبية. نتج عنا طبعا إصابة بعض خطوط نقل الطاقة في المدن المختلفة. من جانب آخر ممكن تعطل بعض محطات التحويل. أزمة الطاقة تفاقمت في ليبيا بعد انسحاب الشركات الأجنبية التي كانت تتولى تنفيذ مشاريع لزيادة إنتاج الكهرباء نتيجة الظروف الأمنية المتردية. خروج الشركات هذه وعدم رجوعها والتحجج بعدم استقرار البلاد وعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة للعمل أدى لتعطل هذه المشاريع، مما سبب في العجز الواضح في توفير الطاقة الكهربية من ناحية إنتاجية كافية لسد العجز. ويبقى المواطن الليبي تحت معاناة الحرب وأزمة انقطاع الكهرباء التي أدت إلى زيادة إقبال سكان طرابلس على شراء المولدات الصغيرة. وفي طبعا فترة امتحانات اللي عنده صغار بيقروا، مضطر إنه هو بياخذ مولد باش بيضوي عليه باش بصغاره بيقروا. نقص الوقود والكهرباء في ليبيا تضاف إلى أزمة خسائر عائدات النفط التي دفعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى التفكير في غلق عدة سفارات وخفض عدد الدبلوماسيين في الخارج. ياسر محمد علي، العربية.